الكونغرس الإسباني يفاجئ المغرب بقرار جديد وغير متوقع. مرحبا، معكم بالبيس باسل شوكي. ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه بصحه وسلام. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا الفيديو رح نشوف شو القرار الجديد الذي اتخذه الكونغرس الاسباني والغير متوقع، وايضا عندنا اول تحرك خليجي على البرلمان الاوروبي. قبل ما نبلش فيديو لا تنسوا القناه، تفعلوا زر الجرس، نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعه، خل الفيديو ينتشر. خلينا نبلش فيديو. خلينا نبتدي بالموضوع الأول يلي هو تحرك خليجي للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب. شو القصة؟ عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي والذي تضمن رفض استخدام المغرب لهجرة القاصرين كوسيلة للضغط السياسي في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة. وأكد الحجرف في بيان اليوم السبت رفضه لهذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية اتجاه أوروبا. وجدد البيان تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية اتجاه هذا الملف. وكانت الأمانة العامة للمنظمة قد أشادت بقرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بتسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بزويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي. وصادق البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار يرفض من خلاله استخدام المغرب لملف القاصرين في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، ويرحب بمبادرة الرباط استعادتهم، لكن يتخذ مواقف سياسية مثيرة مثل اعتبار سبتة مدينة أوروبية يتولى الاتحاد حمايتها وأمنها. ويذكر بأن جلالة الملك محمد السادس كان قد أصدر توجيهاته بإعادة جميع القاصرين غير المصحوبين بزويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، في خطوة اعتبرها محللون استباقية لسحب ورقة كانت تريد إسبانيا اعتمادها للضغط على المغرب. شو اللي نفهمه يا جماعة؟ أول تحرك خليجي ضداً بالبرلمان الأوروبي. عم تلاحظوا انتو شو اللي عم يصير؟ البرلمان العربي تحرك، البرلمان الأفريقي تحرك، جامعة العربية تحركت، والآن أول تحرك خليجي ضدا بالبرلمان الأوروبي. مجلس التعاون لدول الخليج يؤكد استنكاره لقرارات البرلمان الأوروبي. اكتبوا لنا شو رأيكم بالتعليقات، وخلينا هلأ ننتقل إلى موضوع هام جدا يا جماعة. الكونغرس الإسباني يفاجئ المغرب بقرار غير متوقع. شو اللي صار؟ الكونغرس الإسباني يرفض مقترحا للحزب الشعبي يدعو إلى إعادة العلاقات مع المغرب. رفضت الجلسة العامة الكونغرس الإسباني مقترحا تقدم به حزب الشعب المعارض يطالب باستعادة الحكومة في أقرب وقت ممكن العلاقة مع المغرب في ظل الأزمة الخطيرة التي تعيشها العلاقات بين البلدين. وصوتت الغرفة الثانية في البرلمان الإسباني بالرفض على المقترح بنتيجة 204 صوتا، من بينها أصوات الحزب الاشتراكي الحاكم وبوديموس. وكان بابلو كاسادو رئيس الحزب الشعبي قد حث الحكومة في تصريحات صحفية على إعادة علاقات التعاون وحسن الجوار وبناء استراتيجية طويلة المدى، بالإضافة إلى تعزيز حضور وموارد وأجهزة أمن الدولة في الحدود الجنوبية مع هذا البلد. شو اللي بنفهمه يا جماعة؟ الكونغرس الإسباني يرفض
الطلب الذي تقدم إليه من الحزب الشعبي وهو إعادة العلاقات مع المغرب. الأمر الغريب، المغرب هو الذي علق العلاقات مع إسبانيا. نحن لا ننتظر الكونغرس الإسباني من أجل أن يقرر بعودة العلاقات، لأن هذا الأمر مرتبط بالمغرب. المغرب هو سيد القرار، هو الذي يصدر القرار بأنه يريد إعادة العلاقات مع إسبانيا أو لا. فما هذا الكلام اليوم الذي يتكلموه، وما هذا القرار الغريب الذي يصدره الكونغرس الإسباني؟ المغرب هو الذي قلب الطاولة على إسبانيا، فما فائدة الكونغرس الإسباني أن رفض أو وافق؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا القرار الغريب يا جماعة. وخلينا هلأ ننتقل أيضا إسبانيا، والمفاجأة إسبانيا تعلن عن اتصالات سرية بجهات في المغرب وقرب نهاية الأزمة بين البلدين. شو القصة؟ نشرت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي خبرا قالت فيه أن مصادر دبلوماسية إسبانية كشفت لوكالة إيفي وجود اتصالات بين الدولة الإسبانية والمغربية. وتضيف الوكالة حسب مصادرها أن هذه الاتصالات تجري عبر قنوات لم تكشف طبيعتها بهدف إزالة التوتر بين البلدين واستعادة جميع العلاقات الثنائية. وعبرت تلك المصادر عن ارتياح الحكومة الإسبانية لنتائج تلك الاتصالات. شو اللي عم يصير هلأ يا جماعة؟ نحن هلأ عم نحكي حكي عكس تماما ما قاله الكونغرس الإسباني. هون احنا عم نقول انه إسبانيا تقول انه هناك اتصالات مع الجهات من المغرب من اجل تهدئة الأوضاع. عندما نرى هذا الاختلاف الكبير في هذه التصاريح، عندما نرى هذا التخبط الكبير الذي يحدث داخل إسبانيا، فإذا إسبانيا تشعر بالانهيار. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء. التصاريح أصبحت مختلفة، الكونغرس الإسباني يقول لا نريد إعادة العلاقات، وإسبانيا هي من تصرح وتقول هناك اتصالات مع المغرب من أجل إعادة العلاقة. في النهاية نقول للكونغرس الإسباني الأمر بيد المغرب، لأن المغرب هو سيد القرار، وهناك أزمة ما زالت موجودة لحد هذه اللحظة. وهيك وصلنا لآخر فيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، كل الحب والتقدير. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.